عايز اقول لك فايلر تفوق على نفسه وعلى موسيماني الاثنين. فايلر على النهارده نفسه صح. لاول مره النهارده بيغير من طريقته، بيغير من فكره. تعودنا من فايلر في كل المباريات الافريقيه او حتى المباريات المحليه انه بيلعب بره زي ما بيلعب جوه، نفس طريقه اللعب، نفس طريقه، نفس التشكيل، نفس المهام اللي بيديها الوظيفيه اللي بيديها للعيبه. النهارده لاول مره بشوف ان هو بيغير، يعني بيبقى واقعي شويه في المباراه. النهارده واقعيته هي اللي خلت الاهلي بالشكل ده، واقعيته هي اللي ادت النادي الاهلي النهارده الادفانتج ان هو يكسب. النهارده تعامل مع المباراه على 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 قسمين، القسم الاول او المره الاولى قدر ان هو ينهي المباراه في القاهره، ودي كانت النقطه الاهم بالنسبه للنادي الاهلي، انك تتعلم من الدرس ده مهم جدا جدا.